انتهزوا الفرصة واخذوا عيد الحب في أرمينيا. 5 أيام 4 ليالي، 526 دولار فقط لشخصان، الإقامة في فندق 4 نجوم مع الفطار في مركز يريفان. اليوم الأول استقبال وجولة في مركز مدينة يريفان. اليوم الثاني أتوجه إلى تلفريكات زخكازور والاستمتاع بمشاهدة المتزلجين على الثلوج، ثم زيارة بحيرة سيفان. اليوم الثالث زيارة حصن ومعبد كارني التاريخي ودير جيغار، ومن ثم زيارة ميغامول أكبر مولات أرمينيا. اليوم الرابع جولة في مدينة يريفان لزيارة نسبر أم أرمينيا، مدرجات كاسكاد، سوق الصناعات الشعبية دالمامول. اليوم الخامس التوديع بالسلامة مع تحيات على رجل السياحة.